اداره النادي الاهلي بتجهز دلوقتي حوالي 60 مليون جنيه علشان يصرفوا مستحقات لاعبي الفريق، سواء فيما يتعلق بمكافئات بطوله الدوري اللي توج بها الفريق الموسم الماضي، او كذلك نسبه المشاركه الخاصه عن نفس الموسم، وكذلك مقدم عقود الموسم الجديد. بتعمل الإدارة الحمراء حاليا على تجهيز المبلغ ده من أجل صرف مستحقات اللعيبة في سبتمبر الجاري ومع انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن إدارة النادي بتعمل دائما على دفع مستحقات لعبتها في مواعيد علشان يبقى فيه التزام دائما بالارتباطات المالية من ناحيتها تجاه لعيب الفريق. وحاليا خالد الدرندلي أمين الصندوق هو اللي يعني مسؤولية شبه كاملة على تدبير قيمة المكافآت الخاصة بالدوري ونسب المشاركة، وكذلك مقدم عقود اللعيبة، خاصة الأمر بيرتبط بلعيبة رحلوا كمان عن الفريق بينتظروا الحصول على مستحقاتهم المتأخرة. وبالتالي الأهلي حاليا مركز أكتر من أي حاجة تانية، أو يعني خلينا نقول أنه مش الأهلي كله، لكن الإدارة تحديدا الإدارة المالية مركزة في قصة المستحقات الخاصة باللعيبة.